في محاولة لخلق جيل جديد من مدربي كرة القدم في العراق والارتقاء بمستويات الذين أنهوا مسيرتهم كلاعبين واتجهوا لخوض التجارب التدريبية، يشرف اتحاد الكرة على إقامة دورة تدريبية آسيوية من الفئة الثالثة سي في مدينة دهوك بهدف البدء في تصنيف المدربين صوب الخطوة الأهم في دنيا التدريب. المحاضر الآسيوي ولاعب المنتخب العراقي السابق رحيم حميد يشرف على الدورة التي تشكل نقطة انطلاق حقيقية للاعبين سابقين وضعوا قدما في عالم التدريب بعد اعتزالهم اللعب. هذه هي التصنيف الثالث بالنسبة للدورات، وهذه أول مرة تقام في محافظة دهوك، لذلك تلاحظ الاندفاع الكبير من قبل المدربين. هذه الدورة تهتم بالفئات العمرية، خلينا نقول من عمر 6 إلى 13 سنة، فلذلك أكثر المشاركين هم العاملين مع الفئات العمرية بالأندية في محافظة دهوك. المشاركين يأخذون معلومات جديدة وخاصة كرة القدم بالمحافظة يحتاج إلى تطوير من ناحية الأفكار ومن ناحية الأمور التنظيمية والتدريبية. 25 مدربا يتلقون محاضرات عملية صباحا تضم خطوات التعليم الأولى للممارسين الصغار من المولعين بحب الكرة، إلى جانب فقرات تتعلق بأبجديات العمل التدريبي الأولى وأهم ما يتبناه المدرب من درجات، إلى جانب محاضرات نظرية ينال فيها المدربون المشاركون الأجندة الكاملة لعمل المدرب مع الأعمار الصغيرة. أكثر المدربين عندنا يمكن مشتغلين بخط أول وبأندية المفروض الدول اللوخ المدربين الخط أول هسا على الأقل عندهم بي أو أي هسا يلا يبلشون بالسي، طبيعي راح نستفيد. أكيد كل مدرب يحتاج إلى هكذا دورات ليكون جاهز أو متكامل في موضوع التدريب. أعتقد يعني هذه الدورة مفيدة جدا لكل المدربين خاصة في محافظة دهوك. المستوى العلمي اللي قدم الأستاذ المحاضر الكابتن رحيم حميد والدكتور قاسم نزام أيضا استفادينا كشيء علمي وتطويري في مجال عملنا، خاصة إحنا أكثرنا مدربين فئات عمرية. ربيع حقيقي يعيشه مدربو كرة القدم في العراق، فها هي الدورة التصنيفية الخامسة تقام بعد خريف طويل ضرب دوائر الدورات التصنيفية لهم إثر ابتعاد لسنوات عديدة عن إقامة الدورات. عمار ساطع، الحرة، دهوك.